قال مراسل الجزيرة في اليمن إن قوات موالية للرئيس قصفت فجر اليوم حي الحصبة في صنعاء حيث مقر إقامة شيخ قبائل حاشد، كما سمع دوي إطلاق نار في المنطقة نفسها. هذا وقد نفى كثير من أهالي مدينة تعز ممن تعرضت منازلهم للقصف من قبل قوات موالية للرئيس، نفوا وجود مسلحين في المواقع التي تم قصفها. وحصلت الجزيرة على صور تظهر الأضرار التي لحقت ببعض المنازل. وفي الشأن اليمني أيضا، قال رئيس أركان قوات الأمن المركزي العميد يحيى محمد عبد الله صالح، وهو نجل شقيق الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، قال إن الولايات المتحدة خفضت المساعدات التي تقدمها لليمن لمكافحة الإرهاب. وأضاف أن الإدارة الأمريكية واقعة تحت تأثير القوى المعارضة للرئيس اليمني، وقد قامت بتقليص حجم المساعدات والتجهيزات التي كانت توفرها لليمن لمكافحة الإرهاب.